عواقب أن يرفض الطلب التركي الآن هو المزيد من التقارب العسكري بين أنقرة وموسكو، هل واشنطن تتحمل ذلك؟ يعني نحن كما نرى أن هناك عدة ملفات واشنطن حتى الآن تتحمل مسؤوليتها. يعني كما نرى حتى ملف إيران لم يحل حتى الآن رغم أهميته القصوى للولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة لا تخضع لسياسة لي الذراع. عندما تحاول تركيا أن عندما يعني نحن نسمع الآن ما يقوله ضيفك الكريم أنه في حال لم يتم إعطائها السلاح الأمريكي سوف تتوجه إلى السلاح الروسي، هذا بكل وضوح، هذا يسمى لي ذراع والولايات المتحدة لا تخضع له. ما بعد ذلك يعني طبعا تصعيد العلاقات بشكل سيء هو ليس لا تسعى إليه الولايات المتحدة، ولكن في نفس الوقت لا ترضخ لهذا الأسلوب. فسواء كانت تتحمل أو لا تتحمل الموضوع لا يجري هذا الشكل، الموضوع يجري حول يعني قواعد الكونغرس ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية. هل من الممكن تزويد تركيا بهذه الطائرات؟ وما هي الضمانات وما هي المنافع؟ وما نحن نتحدث عن المليارات نعم، ولكن نتحدث هنا عن خصوم وعن سياسات واسعة في أوروبا وشرق المتوسط ومنطقة بحر البلطيق. هذا كله يعني أيضا نحن نسمع الآن عن أخبار نورد ستريم 2، هذا الأمر الذي يترابط بشدة في كل شيء. الولايات التركية أيضا ما زالت على خلاف مع الولايات المتحدة بشأن موضوع الأكراد، بشأن موضوع الديمقراطية في عدة ملفات، وعلى رأسها موضوع F-16 أو 35 وS-400 من روسيا. طب على ذكر أوروبا سيدة نادين، وأنت ذكرتي الوضع في أوروبا، يعني الشركاء الأوروبيون بكل تأكيد يتابعون باهتمام سيدة نادين كيف ستتصرف واشنطن حيال هذا الطلب التركي، بدليل أنه أول من نقل الخبر كان إصدار دفاع يوناني، حتى قبل وكالات الأنباء هو إصدار ديفنس ريفيو. هل يعني العلاقة مع الشريك الأوروبي أيضا تدخل في الحسابات الأمريكية عند اتخاذ القرار هنا؟ نعم بالطبع، يعني هذا كله سيكون على طاولة المباحثات أو المفاوضات فيما إذا كان هناك إمكانية لقبول هذه الصفقة. يعني الولايات المتحدة حتى الآن لا تعارض تركيا بالكامل، هي ترحب بالخطوات الصغيرة التي تقوم بها تركيا لتصحيح العلاقات، ولكن كما قلت لا يوجد دافع قوي أو مؤشرات قوية حقيقية على هذا الأمر. الحليف الأوروبي هو عامل مهم وكبير جدا في اتخاذ القرار الأمريكي حول هذا الأمر، وحلف الناتو هو بالدرجة الأولى هو العامل الأهم، لأن أي قرار بيع أسلحة لتركيا بناء على تجارب سابقة أو تقارير سابقة عن استخدام هذه الأسلحة، ولو يعني نحن لا نريد أن نتهم تركيا بشكل قاطع، الموضوع هنا كيفية إمكانية روسيا استخدام هذه المعلومات الاستخباراتية التي قد توفرها تركيا بشكل خاطئ. الموضوع الأوروبي وحلف الناتو، ويعني إذا كنا نتحدث عن يونان معروف أن هناك خلافات بين تركيا واليونان قد تسهم بشكل جزئي، ولكن الحلفاء الأوروبيين هم سيكونون يعني منتبهين بالدرجة الأولى على كيف سترد الولايات المتحدة على هذا الأمر، ولا بد أن يكون هناك تنسيق معين معهم، ولا يمكن تجاهلهم لأن صحيح. هناك في الناتو في الناتو وعلاقات وثيقة، والمفارقة أن تركيا وأمريكا طبعا من أقطاب